أما التجربة الثانية فكانت على بنتي. كانت عندي بنت تقريبا عمرها 6 سنوات، عندها فرط حركة، تشتت، عدم تركيز، وطبعا هذا كله كان مأذيني أنا، لأن يعني حركاتها مرة كثيرة، عدم استيعاب في المدرسة، نفس الوضع، ضعيف 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 ضعيف. وبدأت معاها بالمنتجات، بس دي المرة استخدمت أسلوب آخر لأنها طفلة بالنسبة لي 6 سنوات، وبدأت أقرأ زي ما قلت لكم، وبدأت أستوعب، بدأت أعطيها الكاكوزي كل يوم صباح، سبحان الله. طبعا كانت تشرب والباقي كانت تسيب لي، كنت أنا أشربه وإحنا في السيارة أوديها المدرسة بدنا نروح لشغلي، الباقي من اللي في الكاسة كنت أشربه أنا. يا أخوات قسما بالله، يعني حاجة لا يصدق، فعلا هذا اللي حصل. إني أنا بنتي ما شاء الله بعد ما كانت مستواها الترم الأول ضعيف 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 ضعيف، مقبول مقبول مقبول، أقسم لكم بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ممتاز ممتاز ممتاز، ما عدا مادة جابت لي فيها ضعيف ومادة جابت لي فيها مقبول، بس أنا تقبلتها، ما كنت متوقع إنها تجيب النتائج هذه بصراحة، بس بالكاكوزي. مو بس كده، أنا نفسي عفى الله سبحان الله، يعني إحنا كنا شباب، كنا نحفظ قرآن، والله كنت أقف على على صلاتي، والله والله إني أتذكر آيات من فين، أنا ما راجعت هذه الآيات. بعدين عرفت إن هي بسبب الكاكوزي اللي أنا أشربه، لأنه يساعد على عملية التذكر. الآن بنتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يحميها، من أفضل طالبات الفصل في إيش، في عملية التذكر، في حفظها، بس بسبب الكاكوزي.